السلام عليكم، حلقة جديدة من ملعب اس بي سي، ما في احد ضامن مكانه، جولتين قادمة حاسمة، الاتفاق والتعاون وتحدي جديد من اجل البقاء. الاتفاق ما زال عشاق ينتظرون عودة تليق بفارس الدهناء بغض النظر عن مسألة البقاء في الدوري. والتعاون جماهيره تبي الفريق اللي كان يهابه الجميع، موسم عجيب غريب، نهايته بالتأكيد مجهولة. إلى العناوين. الاتفاق النادي العريق في كل موسم صفحة جديدة. التعاون ما يثبت على حال، مرة فوق ومرة تحت. اللاعبون المعتزلون في المرحلة الأخيرة من دورة المدربين A و B. الجماهير والنقاد يختارون أجمل هدف في الموسم. حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. يوميا حنناقش فريق أو فريقين إلى ثلاثة فرق عما دار لها في الموسم، الفرق اللي عانت من المشاكل أو الفرق اللي تفوقت. هذا طبيعة البرنامج، الانتقاد لمصلحة الفرق وليست لإضرار الإضرار بالفرق. إيش المشاكل اللي عانت من الفرق في ظل وجود نخبة من النقاد الرياضيين أو المدربين يعطونك المعلومة، يعطونك الرأي اللي يفيد النادي وليس لضرر الأندية. لذلك البرنامج ملعب اس بي سي هو لجميع الأندية، نناقش من الحزم إلى الهلال والكل سواسية. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام محسن الحارثي، مساء الخير. مساء النور كابتن، أهلا وسهلا. كابتن عادل عبد الرحمن، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. كابتن محمد العياري، مساء الخير. مساء النور. أبدأ معك يا كابتن عادل. نقاط الاتفاق في آخر خمسة مواسم، اللي يحدث الاتفاق هذا الموسم أسبابه؟ فضلك كابتن. يعني باختصار البداية كانت خطأ. أول حاجة كان فترة الإعداد مش منتظمة، بدأ بالعطوي وعمل إعداد وبعدين اتشال، تغيير المدربين الكتير، المنظومة الدفاعية بتاعته، كواليتي اللعيبة المحترفين، أمور كتيرة كابتن خالد أدت إن الاتفاق ما يظهرش بالصورة الجيدة اللي متعرف عليها دايما. الاتفاق من الفرقة اللي كانت معادلة صعبة قوي لفرقة في الدوري السعودي بتعمل حسابها إذا كان داخل ملعبها أو خارج ملعبها، ولكن السنة دي الأخطاء الكتير أدت للأداء ده. محسن. هو بالوليد الاتفاق يعني وضع محير، تغيير مدربين، الأجانب مش على المستوى ما عدا لاعبين يعني هم اللي قاعدين يشدون مع الاتفاق الفترة الأخيرة، جودة اللاعبين حتى المحليين السعوديين ما هي بذيك الصورة الكبيرة اللي تخلي الفريق على الأقل يكون في ترتيب المريح. الشيء الثاني لازم الإدارة يكون عندها استراتيجية، يعني وش هدفك من الموسم؟ تقعد في الوسط تنافس؟ ما في شيء، قاعدين ماشيينها زي ما تجي، يعني ما كان فيه عندهم خطة واضحة. يعني المشكلة هي في الخطة الواضحة؟ أكيد لازم يكون عندك خطة واضحة، هدفك وش هو، الأجانب اللي عندك، أنت شفت مستوياتهم بداية الموسم سيئة، ممكن تسوي تبديلات في اللاعبين الأجانب، يعني في لازم يكون فيه نظرة اللي أنت تقيم فريقك كل يعني كل بداية موسم، بديت مع العطوي بعدين غيرته بعدين بدلت، يعني اللعيبة تشتتون ما يكون فيه ثبات، إصابات لاعبين، عندك الكويكبي من أهم اللاعبين خسرته فترة طويلة، سليتي نفس الحكاية، كويسن، يعني عندهم مشاكل كبيرة الاتفاق. محمد، وأنا أشاهد مدربين الاتفاق يظهرون لك ويظهرون للمشاهدين من مدرب سعودي إلى مدرب صربي إلى مدرب فرنسي، المدارس مختلفة، هل في منهجية واضحة للاتفاق؟ لا للأسف، لأمانة ممكن كانت المنهجية مع الكابتن خالد عطوي وقت اللي تخلي الكابتن خالد عطوي 3 سنين أكيد استراتيجية واضحة على المدرب السعودي، مدرب أعطاه حط كل أفكار وحط كل إمكانيات متاعه في الفريق، هو اللي يجلب اللاعبين، هو اللي سوى المعسكر، هو اختار اللاعبين سواء أجانب أو سعوديين، بعد في فترة ما تعمل تغييراتك على مستوى المدربين.
هذا يخلي التذبذب في المستوى يخلي عدم التصحيح والذهاب في المسار الصحيح، ما يخليكش تخدم على مسار باش تمشي في نسق تصاعدي، لا بالعكس. اليوم الفريق مع كارتيرون تحسن مستواه، تحسن في الوقفه نتاعو. اليوم كارتيرون مطالب بنتيجه ايجابيه خاطر صارت فترتين توقف طويله جدا، اللي فما كيما مثلا يوسف الغدير ما خذاهاش الفتره هذه. اليوم كارتيرون خذا فترتين طويله، عرف كيفاش يصلح. اخر اثنين مباريات جاب 4 نقاط، يزمو يعرف كيفاش يتعامل مع المباريات الجايه باش يخلي نادي الاتفاق في مكانته الطبيعيه. الاتفاق متعود بالاستحواذ، الاتفاق يورينا كره جميله. للاسف اليوم نشوفوا تذبذب ولخبطه في التسيير للاسف، وهذا ماهوش بالطبع الاتفاقيين. عادل، بدخل معاك في الامور الفنيه. أكبر مشاكل الاتفاق يمكن قلت مع كارتيرون من بداية الموسم إلى الآن أخطاء البناء الموجودة في الخلف مكررة. أكيد الكواليتي، أنا بتكلم على الكواليتي المنظومة الدفاعية كابتن. لك أن تتخيل أن ال 12 من حيث الاستقبال الأهداف في الدوري السعودي قبله 11 فرقة أكتر، يعني عنده أرقام مرعبة، عليه 44 هدف. يعني دي حاجة تدلك على ان المنظومة الدفاعية فيها خطأ طول مع المدربات على فكرة. يمكن البناء من تحت اللي انت بتتكلم عليه ده برضو متصل بنص الملعب والمهاجمين، لان لو انت ما تحركتش كويس مش هيبني كويس. قلة الكواليتي بتاع اللعيبة في الخط الدفاع من ناحية الدفاعية، من ناحية البناء، من ناحية المهارة، يعني دي حاجات كلها. يمكن نص الملعب والمهاجمين 38 هدف، السابع في الدوري من حيث التهديف، ولكن الحتة الدفاعية خطأ كبيرة. أولا لازم ترجع لكواليتي اللاعبين. كواليتي اللاعبين هو المشكلة عادل؟ طبعا طبعا. ليش مع المدربين؟ ليش عادل ليش قلت مع كارتيرون هذه الأخطاء؟ ما أنا عايز أقول لك حاجة. أنت بتتكلم في الأخطاء المتراكمة بقالها سنة. هو في الوقت الحالي التلت الأخير من الدوري دايما الفرق كلها ما بتعملش الضغط وعاوزة تكسب بسرعة وكده، لأن بتبقى البنات ليها حسابها. وهو كمان كارتيرون من صفاته اللياقة البدنية والناحية الدفاعية قلت كل حاجة، ولكن ما زال 44 هدف على الاتفاق اللي ما كانش بيدخل فيه 25 هدف في الموسم مثلا. محسن، هل مبلحي هو مبلحي اللي نشاهده في الجزائر؟ لا، يختلف كليا. مبلحي يكون مع المنتخب حاجة ثانية، لما يجي مع الاتفاق أخطاء بدائية يطيح فيها، ما تحس أنه مبلحي اللي مع الجزائر بالشكل الكبير. أخطاء يعني تجي فيها أهداف حتى زاوية الرؤية، أوقات ما يحاول يختار المكان الصحيح عشان يشوف الكرة، تجي في أخطاء أو أهداف بسيطة جدا. مش مبلحي يعني شيء كذا. ليش فاقد التركيز هنا عن الجزائر؟ طلع فترة قبل فترة طلع كلام عنه أنه بينتقل أو أنه عقده وكذا، هذا ممكن يشتع اللاعب. هذا دور الإدارة أن تريح اللاعب، يا تجدد معه وتعطيه خبر أنه ممكن ينتقل. أكيد يكون تفكيره مشتت، أو موضوع الجو العام في الفريق والنتائج وهذا تأثر على اللاعب سلبا. يعني اللي هي الجو العام على الفريق. الجو العام، أنا بالعادة الحارس شاذ عن المجموعة، تجد الفريق في أقل حالاته الحارس يغرد لوحده. بكل تأكيد دائما، بس لما يكون عندك دفاع مثلا سيء أو منكشف أو محاورة أكيد إنه بيوصلوا لك بسرعة. بيصير فيه اختبارات كثير، تختبر كحارس كثير، بتصير كويس مرة مرتين ثلاث، لكن أكيد بتفشل. يعني هذا زغبة وهذا حارس فلاديمير حارس الفيحة يختبر كثير، ومع ذلك يعني في بعض الحراس عنده قابلية يتقبل انه ممكن يكون تحت الضغط، في حراس لا، يعني ممكن يكون لازم يكون فريقه جيد عشان هو يبرز بشكل اكبر. يعني بولحي احد مشاكل الاتفاق، اتكلم في بداية الموسم معدل الاهداف اللي دخل فيه 40 هدف من 25 مباراة، رقم كبير جدا لحارس دولي، حارس قيمته العالية جدا. إلى مادة ثانية يا كابتن محمد، التعامل مع الكرات الأرضية للاتفاق، تغيير المدربين مسبب مشكلة ولا نوعية اللاعبين مسببة مشكلة؟ معليش، أسمى سؤال، التعامل مع الكرات الأرضية.
اكيد بطبيعه الحال هذا 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 اللاعبين اكيد في عندهم مسؤوليه، لكن الاكثر ديما نقول هو المدرب. التمارين اللي الاختيار نتاعها نتصور مع كارتيرون باش يقل اكثر، كل ما يمد المده تكون اكثر كل ما باش تقل اكثر، لان المدربين الفرنسيين معروفين بالرسم التكتيكي بالانضباط التكتيكي بالشده المساحات تقليل المساحات. لهنا نشوفوا لهنا فما مساحات كثيره، نتصور هذا هو المازق اللي واحد فيه تو كارتيرون ويحاول باش يقلل منه باش ما يقبلش اهداف. لهنا نتصور هنا الخبره نتاع المدربين اليوم المفروض كان اول حاجه يامن المستوى الدفاعي نتاعو باش ما يقبلش اهداف بالكميه هذيك، وبعد يحاول يحسن على المستوى الهجومي. لكن اليوم نشوف اول شيء اللاعبين، ثاني شيء المدربين، لان الامانه المدرب لازم يخدم على جميع الاشياء. وقت اللي تاخذ فريق تعرف شنو الاسباب نتاعو اللي يقبل بها الاهداف، تصلحهم تحسنهم. صحيح ما تنجمش ناحيهم معناتها كاملين، لكن تحاول باش تحسن بالمردود نتاع الفريق. كابتن محمد، الفريق مطالب بالفوز اكثر من التفكير باستقبال الاهداف. اكيد بطبيعه الحال، لكن اليوم اذا ما تقبلش ما تخسرش. تعرف انت ابو الوليد فما اوقات معينه فما مباريات الاتفاق انهزم فيهم معناتها لسوء التمركز بالعرضيات، كما تقبلش ديما نقطه افضل من لا شيء. وقت اللي انت تعرف تحسن تبدا ديما تحسن، يلزمك في المرة في فما مرحله معينه تحسن في المردود الدفاعي نتاعك. وقت اللي ما تقبلش وقت ترجع في المباريات، نجم ترجع في المباريات، نجم تجيب نقاط. وهذا المفروض كان يعملوا الاتفاق في نص الموسم او بعد نص الموسم، وقت اللي صار تغيير الكابتن خالد العطوي، المدرب الصربي ما عمل شيء. ما اعطاش اضافه. اليوم اذا نجموا نتكلموا على كارتينو اعطاه اضافه. وصار فما تكتل دفاعي، انضباط، صار هجمه مرتده مع باش يخلينا فما نقطه معينه نحب نحكي عليها. الكويكبي اليوم فما تذبذب كبير على الكويكبي. اليوم الكويكبي راه تقريبا كان من افضل اللاعبين على مستوى الاطراف. الكويكبي كان في المنتخب اليوم الموسم هذا عتب بسيط عليه، راه الكويكبي نقولوا له راه الاتفاق محتاجك. الاتفاق لليوم هو الكويكبي، كويكبي هو الاتفاق اليوم محتاجينك باش تعطي الاضافه. اثنين فما نقطة أخرى الكابتن خالد، فما ملاعبية مشاو للبطولة العربية والدوري السعودي قاعد يمشي، هم عناصر أساسية ركائز أساسية. كان متوقف، لا من كان متوقف الدوري السعودي، لم يلعب أثناء البطولة العربية. الدوري السعودي كان متوقف أثناء البطولة العربية، لم يلعب. معلومة من لم يلعب لا نهائيا لم يلعب. تفضل يا كابتن خالد. تمام اوكي، عايز اقول لك حاجه مهمه. اتفضل يا عادل. اهم حاجه في الاتفاق طول تاريخه منظومه تكتيكيه، ما كانش عنده اللاعبين السوبر، ولكن عنده اللاعبين اللي مقديين اللي بيقدروا يعملوا المنظومه طول الوقت. السنه دي في حاجه غريبه طرقت على الاتفاق. بدايه الاساس بتاعها اللي هو فترة الإعداد يا كابتن خالد. فترة الإعداد بتاعت خالد العطوي هو اللي عملها، هو اللي استقطب اللاعبين، هو اللي عمل الاستراتيجية. فأنت بتتكلم على التلت الأولاني من الدوري، هو اللي بيأسس للتاني والتالت. صحيح. فشل في الوسطاني اللي هو السربي، وبعدين جه كارترون في الوقت التلت الأخير. بصمة كارترون هتبقى روح وليس تكتيك، وهذا اللي زعل المدرب الفترة الأخيرة. المباراة الأخيرة صرح تصريح إنه اللاعبين يلعبون بدون روح، وكان زعلان مرة كارتون على اللاعبين، يقول يلعبون بدون روح. مباريات الاتفاق المتبقية، الاتحاد، والله نسيت المباراة الأخيرة أمام من؟ أمام الفيحة. أحسن. الفيحة بعد كأس الملك يعني بيحاول يعوض على الاتفاق، والاتفاق محتاج يحس بالامان في المباراتين الجايه. بيكون أيوة من اتحاد الى فيحة، يعني انا اقول لك يعني ما في شيء سهل الان. وحتى الفيحة الحين لازم على الاقل ياخذ نقطتين عشان يحس بالامان، يعني عشان يطمن على وضعك. بعد كاس الملك عندهم دروب، فلازم ياخذ على الاقل نقطتين يعني انه يحس. الاتفاق بيواجه مشاكل كبيره. عادل محمد، المباراتين المتبقيه للاتفاق خطر ولا فيه امل بقاء؟ طبعا خطر بالنسبه عادل طبعا خطر بالنسبه للاتحاد، لانه هيلعب
عنده الاتحاد لسه على الدوري، وعنده الفيحاء من الفرق اللي فيها عايزه تطمن زي ما الكابتن محسن قال، وهو عنده مشكله الاتفاق ما كسبش الى الان الا 7 مباريات يا كابتن خالد، وتعادل في 10 واتغلب في 11، فلازم يكسب على الاقل ويتعادل، ولكن انا شايف الموضوع صعب جدا، ممكن يبقى بايد الاخرين. صحيح. هذا كابتن محمد في سؤال من ماجد العدواني، وجهه نظر فنيه تحترم، تخمه في مكان وضعف في مكان. يقول لك الحاله الفنيه الاتفاقيه مشابهه للحاله الاهلاويه، تخمه محترفين في المقدمه وفقر في الخطوط الخلفيه، ومن اراد التصحيح الفني عليه السير وفق اولويه في التعاقد تبدا من الخلف الى الامام. احترم وجهه نظره نتاعو، لانه نعتبرها صحيحه، خاطر فما اوقات معينه يلزم تعرف تبني، كيفاش تبني فريق لازم اول شيء تبنيه من الخلف، الحارس، الخط الدفاع، خط وسط، وبعد الخط الهجومي، خاصه اللي تعرف الدوري السعودي قاعد يقوى، وزاد حسب الاستراتيجيه نتاع كما قال الكابتن عادل في حصص سابقه، اللجنه لازم فما لجنه فنيه يتم عليها الاختيار وشنو لازم للانديه او للفريق كمثال اليوم نحكيه عليه هو الاتفاق، لازم نعرف شنو النقص اللي موجود في الفريق. صحيح. هذا من الفيت كابتن عادل، يقول الاتفاق بدا قويا مع بدايه الدوري، ولكن اختلف فنيا وتراجع الفريق للخلف كثيرا، ربما السبب الرئيسي إقالة العطوي، ومن ثم بدأت المشاكل الفنية تكثر داخل الملعب. أخطأ الاتفاق بإقالة العطوي؟ آه طبعا، أنا البداية بالأخص أن المدرب السربي ما عملش حاجة، بداية كانت جيدة لأنه هو اللي عارف استراتيجية الفريق، لا أخطأ تماما أن هو أقاله، ولو أقاله كان يديله مدة شوية أكتر. التسرع كابتن خالد، 18 مدرب يتغير في الدوري السعودي في 25 اسبوع، 18 مدرب منهم 3 في الاتفاق، يعني في فرق كتير انا ممكن اعددهم لك كلها عامل احصائيه بيهم، ولكن لما انت تتكلم على 18 مدرب والدوري السعودي 16 فريق، يعني اكتر من الفرق باتنين، يعني هي دي الصبر شويه على المدرب احيانا، المدرب ما بيعرفش اللاعبين ولا استراتيجيتهم. وحاجه تانية مهمه لازم نتكلم عليها، لازم الاحساس، اللاعب العربي يا جماعه مش لازم، يعني انا مش ضد الاجانب انك تجيب الاجانب على طول، ولكن في اوقات انت محتاج الروح بين اللاعبين واللاعب العربي. اي نعم، انت في الوقت الحالي عملت 7 لعيبه محترفين، يعني عندك المنظومه تبقى فيها اجانب وكده، ولكن مهما حصل الاساس هو اللاعب السعودي يا كابتن خالد، الفرقه اللي فيها لعيبه سعوديين جيدين هم اللي بيبقى ما عندهمش مشاكل. استفتاء، لماذا وصل الاتفاق الى هذا الحال؟ 1 تخبط الاداري، 2 هبوط مستوى اللاعبين، 3 كثره المدربين، 4 غياب الهداف، جمهور راح الى تخبط الاداري. انا اروح مع الجمهور، هو اللي يغير المدربين، هو اللي ياثر على النادي ككل، يعني تغيير المدربين، الاداره اللي تتخذها، اختيارات اللعيبه الاجانب، الاداره توافق عليهم اذا اختار المدرب، فكلها من التخبط الاداري. الاتفاق في خطر، وخطر واضح، يعني كباقي الفرق عنده مباراتين مهمه، لكن ملخص حاله الاتفاق هي في اختيار المراكز بالنسبه للاعبين الاجانب. تحديد المراكز مهمة جدا، تحديد نوعية اللاعبين لتنفيذ الأسلوب اللي هتلعب فيه مهمة جدا. من الظلم أن تأتي بلاعبين أجانب وتضعهم في الدكة، تدفع مبالغ طائلة وتضعهم في الدكة. لذلك التعاقدات اللي تمت من بداية الموسم حتى في الفترة الشتوية كلها تعاقدات لم تكن موجهة لشكل الفريق. تعاقدات معظمها أو أتكلم بعضها شبه عشوائي. لذلك الاتفاق من بداية الموسم إلى الآن فريق عشوائي بلا هوية فنية. القتال على مباراة الاتحاد، مباراة الفيحاء، إذا أراد البقاء فريق عريق، فريق يحترم، لكن اللي تم فيه في الفترة الماضية نتيجة ما عمل قبل بداية الموسم. استمرونا معكم وبعد الفاصل.
التعاون في موسم مرهق، مشكلته الدفاعية بلا حلول. حياكم من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام. اكثر الفرق استقبالا للاهداف في الدوري التعاون ب 46 هدف. كابتن محمد، والارقام امامك، اليس بالرقم صادم؟ صادم كثير، خاصة على فريق نحكيه على التعاون كان حصان الاسود في عدة مواسم. شفناه كيفاش كان معناتها مسيطر على المستوى الحقيقة في كاس الملك. مفاجأة كبيرة وصادمة قبول 46 هدف، وهذا دليل على الأخطاء الدفاعية اللي قاعدة تتكرر، سواء من عرضيات وكنا شفنا في البطولة الآسيوية مع بعضنا العرضيات، أو المساحات اللي موجودة بين الخطوط. للأمانة الخط الدفاع نتاع نادي التعاون إذا بقى لازمه 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 غربلة كبيرة برشا باش ينجم يكمل في الدوري الممتاز. اليوم نشوفه بالرغم من تواجد تغيير المدافعين، اثنين قلوب دفاع سواء بنواف الصبحي او نيون داما تقريبا نفس التغييرات، لكن ديما الاخطاء تتكرر، اخطاء دفاعيه واضحه سواء عن طريق العرضيات او المساحات الموجوده بين الخطوط. صحيح. عادل، من بريطاني الى برتغالي الى هولندي، اللاعب كيف يتاقلم مع المدربين ذولا؟ وانت عارف انت لعبت اختلاف اسلوب مدرب من دوله الى دوله ومن منطقه الى منطقه، كيف هيتعامل اللاعب معهم ومن ظروف الى ظروف كمان؟ يعني دي مهم، يعني التعامل، ما هو ده البدايه اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني انت عارف يا كابتن فرقه التعاون بتشبهني بايه السنه دي بالظبط؟ فرقتين بيلعبوا في الملعب، الناس بتدافع ما لهمش دعوه بحاجه فيهم 46 هدف، والناس بتهاجم بشراسه بلا وعي ويجيبوا 41 هدف. يعني انت عارف ان التعاون السادس من حيث التهديف في الدوري، ولكن ازاي تبقى الفجوه اللي ما بين الدفاع والهجوم؟ 46 هدف يخشوا الفريق ولا واحد من المدربين يعرف ان بدايه الخطا عنده من الدفاع؟ دي مشكله كبيره. يعني التعاون الفرقه اللي كانت دائما تكسب حوالي 12 13 مباراه في الدوري تكسب سبعه الى الان ومهدده، وعندها الشباب عندها على ملعبها، وبعدين عندها ضمك خارج ملعبها، ماتش صعب جدا، ولكن المنظومه فيها خلل كبير. صحيح. خلل في نص الملعب. صحيح. بروح لك على طول الامور الفنيه، الفراغات في دفاع التعاون. والوليد، اذا تبغى تقضي على الفراغات هي منظومه كامله، لكن بوجود توام لوندامة ونواف الصبحي لعيبه ثقال ما عندهم حس القراءة، انك تقرا الكورة قبل، انت تفتقد السرعة لازم تقرا الكورة. هم يعملون عكس، دائما متأخرين، اللعيبة يستلمون امامهم ويصير دوران عليهم سريع، ما عندهم قراءة، الكورة العرضية صعبة عليهم، المهداوي ومدران في وسط الملعب ما يرجعون يقفلون معهم، يصغرون مساحات فيضطرون يواجهون. الان غيرها العبدلي، ايه، على قلة الامكانيات الان غيرها العبدلي. عشان كذا فازوا المباراتين الاخيرة، ترك الضغط وتحسنوا شويه وفازوا المباراتين الاخيره بتحسن لعيبه الوسط مع المدافعين. دائما ابو الوليد، اذا تبغى دفاعك يكون قوي لازم المحاور اللي امامهم يكونون قويين يساعدونهم بشكل كبير، لكن لوندامة ونواف الصبحي لاعبين قليلين تحت، يعني ضعيفين في المواجهه، في الدربل، في السرعه، فيحتاجون المسانده من لعيبه الوسط. التعاون ثالث اكثر الفرق استقبالا للتسديدات. كابتن محمد، برجع مرة ثانية إلى نقطة أساسية، التعاون يقبل كثير من الهجمات المرتدة بسبب فقدان للكرة وأخطاء للبناء. هذا هو خطر اليوم. الثقل كان يحكي مع علي الكابتن، ثقل الدفاع في خروجه بالكرة، شوفنا هنا سواء عن طريق ليون داما، نواف الصبحي، تغييرات كثيرة على مستوى القلوب الدفاع، شوفنا هنا
كيفاش التمرير تصير وقت اللي الفرق الثانية تضغط عليه بسرعة يخسر الكرة، وهذا دليل خاصة مستوى وسط الميدان بالرغم اللعيبة اللي فيه مادي وميلوفان ملاعبية مهاريين، ما همش ملاعبية متاع افتكاك كرة، ملاعبية مهاريين ويحفظ اللعب في الخطوط الأمامية. ذاك علاش ديما تشوف هنا المساحات، وقت اللي تترك المساحات ما فماش ملاعب ينزل باش يستلم الكرة، وإلا يلقى شوف التمرير الخاطئ ما يكونش تمرير بالكيفيه اللازمه، يتولد عليه اهداف وكوارث بالنسبه على الخط الخلفي للدفاع. مره اخرى شوف هنا كيفاش تعامل الضغط هنا، شوف هنا على اللاعب اللي هو نواف الصبحي اللي نعرفوه ثقيل على مستوى الكره بالرغم نعرفه جدا، كان لعب عندي في نجران نعرف القيمه الفنيه نتاعو، لكن الموسم هذا ماهوش بالكيفيه اللازمه قاعد يكون متواجد في الفريق التعاون. أكثر الفرق خسارة للكرة في الدوري التعاون أيضا هو رقم 3 في الدوري، والسبب هي فرض بعض المدربين أسلوب لا يتناسب مع نوعية اللاعبين، من جوميز إلى المدرب الأول البريطاني المايسترو إلى المدرب الهولندي، جاء العبدلي عمل المعقول، أمن كل شيء، دافع والهجمات المرتده في مباراتين اعتقد مرتين الشباك نظيفه للتعاون في المباراتين الاخيره اللي مع العبدلي كابتن عادل. المباريات المتبقيه للتعاون مشاهدها الشباب ومن ثم ضمك. الشباب عنده داخل ملعبه جدا، فرقة الشباب بتصارع على بطاقة من ضمن الآسيا، فالمباراة تبقى صعبة، فالشباب عامل موسم جيد ومحتاج انه يكسب. كم نقطة المباراة ياخذ من المباراتين؟ كم تتوقع ياخذ؟ يعني أنا أتوقع أن المفترض أنه ياخذ 4 لو هو عمل التوازن اللي احنا اتكلمنا عليه. في حاجة مهمة عاوز أقولها وبسريعة كده، أهم مشاكل التعاون السنة دي واتفرج عليها كابتن خالد، اللياقة البدنية، خفيه الحركه مش موجوده في الملعب، تحس ان هم الات بيلعبوا جوه الملعب، حتى اخطائهم في الباص علشان ما بيتحركوش بسرعه، ما فيش مرونه ورشاقه جيده، دي حاجات داخله من ضمن المنظومه البدنيه اللي هي مأديه ان الذهن ما يقدرش ينفذ. عادل عفوا بمشي معاك لان هو البرنامج نقاش ترى مش مقاطعه على كلامك. حاليا التعاون في المباراتين الاخيره من الفيحة والباطن شباك نظيفه، اتخذ اسلوب يتناسب مع ادوات التعاون، اختفت عوامل اللياقه، اختفت الاخطاء، اختفى كل شيء بسبب اختيار الاسلوب الصحيح. الرد جه منك انت من سؤالك يا كابتن خالد، ليه اختفى؟ لانه ما بيلعبش كره مفتوحه في انتشار وهم مش قادرين اصلا، لكن لما وقف قلل الجري، قلل عدم الثقة بنفسه لأنه ما بيعملش الحاجة الزيادة، فعمل إيه؟ هو دفع كويس وحب يلعب على المرتدة، ولكن الأول كان بيعمل انتشار وهو أصلاً لياقة بدنية كانت نيل أو تعتبر صفر، أنا بالنسبة لي لأن حركتهم تقيلة قوي، ودي التعاون أهم سمة فيها إن هم بيلعبوا كرة على الأرض وسريعة وتحركات سريعة وحاجات كتير، ده مش التعاون اللي إحنا عرفناه، دي حقيقة يعني. صحيح كابتن محمد، أسباب هبوط مستوى التعاون هذا الموسم: 1 تغيير المدربين، 2 البطولة الآسيوية، 3 خط الدفاع، 4 الخلل الإداري. الجمهور بيشوفه وين رايح، وتعطينا رأيك إذا لك رأي آخر أو سبب آخر. رايحين للخلل الإداري وتغيير المدربين. تغيير المدربين ومع الخط الدفاع. خط الدفاع ما هوش متماسك تقريبا في كل مباراة، نشوفوا الأخطاء اللي يعملها خاصة على المستوى العرضي، بالرغم اللي فما ظهير يسار قاعد يتكون في الهنية السعودي سعد يسلم قاعد يقدم في مستوى طيب، إن شاء الله نشوفوه أفضل كل مرة، نشوفوه أفضل في المستوى. التعاون في خطر؟ في خطر التعاون. احنا يعني بنشاهد جدول الترتيب أمامك، أعطونا الصفحة الثانية المهمة لنا. أبو الوليد احنا قلنا في التصويت اللي قبل شوي شفناه مكتوب الخلل الاداري، انا اشوف الاربعه كلها، البطوله الاسيويه اثرت عليهم، رجع للتعاون مش الفريق اللي نعرفه، الخلل الاداري عندهم المدافعين
سيئين من بدايه الموسم ما كانوا يشوفون عندهم الخلل؟ طيب بس بذكر ترتيب الدوري لانه في مستمعين معنا. تفضل تفضل كابتن. التعاون ترتيب العاشر 32 نقطة، فارق عن صاحب المركز الرابع عشر نقطتين اللي هو الرائد. صحيح. تفضل. في خطر؟ في خطر، كل الفرق في خطر للحين، لازم يأمن. بدوا يعني بدوا الفترة التصحيحية بس يعني في وقت متأخر، لازم باقي لهم جولتين أو مباراتين يحاولون يلحقون أنفسهم. نفسها يعني لازم كل يبي ثلاث نقاط، الشباب يدور الثلاث نقاط عشان يقول لك افكر في السوق. على المنعطف الاخير في الاتفاق للتعاون تحسنوا، المباراتين الاخيره تحسنوا في وقت كويس، غير الفرق الثانيه اللي لسه تحت يعني مستواها هابط. على الاقل هذول عرفوا الخلل، العبدلي عرف مكان الخلل لان الدفاع سيء، فقام يلعب على المرتدات اللي هي مصطفى فتحي وسمحة النابت وتوامبا، اللعيبه اللي كانوا دائما تذكر ابو الوليد كنا نتكلم في حلقات سابقه انه كم يحتاجون يسجلون توامبا والمهاجمين عشان يقدروا يفوزون، سجلون اربعه سجل فيهم ثلاث، دائما كان يسجل فيهم كثير. فعندهم خلل وعرف العبدلي وتحسنوا. التعاون احد الفرق اللي كانت تقدم كرة قدم ممتعة وجميلة. معظم المدربين اللي جاوا للتعاون في السنة هذه قاعد يفكر بنفس التفكير اللي كان موجود، وممكن إدارة التعاون. الأدوات الموجودة في التعاون لا تساعد أن تلعب بهذا الأسلوب. ارجع إلى الخطوة الأولى في كرة القدم اللي هي دافع كويس ممكن تخطف نتيجة، هذا اللي عمل العبدلي باختصار وسهولة. لذلك التعاون يقول ممكن أن يسير على الطريق الصحيح للبقاء إذا استمر بهذا الأسلوب، لكن يقابل عنده مباراتين صعبة جدا، الشباب ومن ثم ضمك. مستمرون معكم وبعد الفاصل. على ثلاثة مراحل اللاعبون المعتزلون يتحصلون على دورة مكثفة للتدريب. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام، هذا هاشتاج ملعب اس بي سي، في أي وقت تشارك برأيك بسؤال أهلا وسهلا. هذا أبو والله اسمه أبو حنوش ولا أبو حنوش وش كيف يطلق؟ مسي بالخير أقول لهم. كابتن محمد، مشكلة الاتفاق الأزلية من وجهة نظري، هذا كلام أبو حنوش، الانقسام بين مؤيدي خالد الدبل ومؤيدي الرئيس السابق عبد العزيز الدوسري، ضعف اللاعب المحلي، سوء اختيار اللاعب الأجنبي باستثناء نعيم ومبلحي، دكة الاتفاق ليست قوية، إقالة المدرب العطوي في منتصف الموسم، لخص المشاكل هذه. تقريبا قال كل شيء، لكن موضوع ذي متاع الإدارات احنا ما نجموش نعرفوه، هذا الشيء راجع للأشياء الخارجية. الشيء الثاني هو تقريبا لخص كل شيء، معناتها اللاعبين مع اختيارات اللاعبين، تغيير المدربين، وأتفق معه تمام. هو بس لجمهور الاتفاق إذا الكلام الأخ صحيح، اتفقوا لأجل الاتفاق، الرئيس راحل واللي باقي هو النادي، الأهم هو النادي والبقاء للنادي، راح رئيس جاء رئيس ولكن للنادي وليس للرئيس. محسن هذا من اللي يقول لك محمد الغشام، يقول ما يحدث لنادي الاتفاق إنصاف للمدرب الوطني، بدأ الاتفاق الموسم بقوة ومن ثم أقيل المدرب العطوي ومن ثم بدأت المشاكل الفنية من المدربين الأجانب، ألف تحية للعطوي والمدربين الوطنيين. والله يعني احنا كلنا شفنا يعني شغل العطوي بدأ يتحسن، بدأ يعرف الفريق بشكل كويس، الكل يتكلم على المنظومة اللي كان يعمل فيها العطوي بالشكل الصحيح، بناء الهجمة من الخلف، ثقة اللاعبين، كان الفريق منظم بشكل أفضل، يحتاج له شوي لكن مع الوقت غيروه ما ندري ليش. كابتن محمد عبد العزيز الشلالي هذا يقول مشكلة الاتفاق وأغلب أندية الدوري الغير منافسة على لقب الدوري هي مشكلة إدارية بحتة، لأنها ترضخ لضغط الجمهور، فريق يهزم فريق كبير يمتدحون المدرب يعطون الثقة، ينهزم المباراة اللي بعدها على طول تتم إقالته، صحيح؟ محمد ما اعتقدش، ما نصورش الموضوع هذا صحيح، خاطر اليوم الادارات ما شاء الله كفاءه فيهم الكفاءات اللازمه
ما نتصورش الشيء هذا. اليوم فما لازم تكون فما استراتيجيه، ونادي الاتفاق يلزم يلتف الناس كل على بعضهم ويحاولوا يخرجوا من المناطق هذه. الاتحاد السعودي من خلال اللجنه الفنيه قام دوره للمدربين A و B للاعبين المعتزلين، اللاعبين الدوليين المعتزلين، لها فوائد على المستقبل القريب وعلى المستقبل البعيد. الدورات بشكل عام مفيده، لا تقول لا راح يعمل فيها، لا مفيده. هذول لاعبين دوليين لهم تجربتهم الدوليه. محسن، والله ابو الوليد يعني نتمنى لهم التوفيق، طبعا كلهم زملاء ومعتزلين يعني، لكن انا اشوف انه حلو الواحد يثقف نفسه ويتعلم ويدرس وكذا، لكن على المستوى العملي يحتاجون قرار استراتيجي عشان يقدرون يعملون في الانديه على مستوى الفئات السنيه. في قرار طالع اقصد المساعد لازم يكون سعودي، مو باجباري زي السنه اللي كنا موجودين فيها 2018 19، مش اجباري الحين، عادي ممكن تستغني، لكن دوري الدرجه الاولى ممكن يحطون على الاقل مساعد مدرب يكون سعودي او الفئات السنيه في الانديه اجباري. عشان الدرجه الثانيه مش لازم سعوديين؟ ما اتوقع، الدرجه الاولى على الاقل لو مساعد مدرب. يعني انا ابو الوليد معلش خلينا نقول كذا الكلمه، في لاعبين عندنا هنا موجودين في الدوره لعبوا اربع كوس عالم، وتجيب مدرب مع احترامي له ممكن ما لعب حتى على مستوى عالي، فهذا اولى من البلد، اولى لاعب بطولات، لاعب عنده تجربه وداخل دورات الحين قاعد يتعلم، خله يمسك على من النادي اللي بيعطيه ثقه ويخليه هذا هو. شفت الانديه هذه، انت لو 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 مدير فريق ها تاخذ الجرأة دي وتسويها؟ اذا في مدرب او رئيس نادي تسويها؟ اذا في مدرب عنده شخصيه قويه طيب ما عنده تجربه، يعني اقول لك طب هذا لازم قرار استراتيجي، خليه يجي يصير مساعد مدرب على الاقل اجباري مع حقين المدربين الدرجه الاولى، يتعلم منه فتره او يتعلم هو من نفسه، وبعدين تقدر تسوي احلال. المحاضر في الاتحاد الاوروبي جون بيكك مع مراسلنا ابراهيم الخليف. اول شيء انا سعيد انا ونايل زميلي ان متواجدين هنا في السعوديه، الشكر المقدم الى الاتحاد الاسيوي اللي سهل علينا مهمه اخراج اللاعبين واعطاهم الرخص، نعطيهم معلوماتنا وخبرات اللي تعلمنا منها طوال الفتره الماضيه للاعبين السابقين اللي ان شاء الله بيكونوا مدربين المستقبل. اي ثينك ذا ليفل على مستوى عالي، لاعبين على اعلى المستويات اللي لعبوا في السعوديه ويمتلكون معلومات عظيمه جدا من خبراتهم السابقه كلاعبين، اللي علينا ان كمدربين ان نعطيهم المهارات انهم يصبحون مدربين، المهارات البسيطة هذه والمهمة جدا انهم يسمعون فيها مدربين المستقبل، ولا فيها امكانية لتطور رياضة معين الا بتطور المدربين وتحديد المدربين الوطنيين، واحنا قاعدين نساعدهم على هذا الشيء. سعيد بالتطور اللي صار واعتقد انها من افضل ثلاث دوريات في العالم على مستوى الدوري، ايضا بتكلم على مستوى المنتخب اللي تأهل الى كأس العالم في مجموعة ما كانت سهلة، والوصول الى كأس العالم ايضا يعطي انطباع اخر للرياضة السعودية. باقي الاختبار الحقيقي اللي هو في نوفمبر ديسمبر اللي هو كأس العالم اللي السعودية وقعت فيه في رأيه في مجموعة مو سهلة صعبة شوي، عالم كرة القدم مليء بالاحداث ومليء بالاشياء الغريبة، فممكن المنتخب السعودي يفعلها بإذن الله ويتأهل من المجموعات ويكون ويلعب بطولة ممتازة. يا رب نسمع كلامك يا جون بوكك ونتأهل إن شاء الله للأدوار الثانية. عادل، تعدد المدربين فايدته على المستقبل القريب والبعيد ممتازة لما يكونوا مدربين وطنيين كثير مؤهلين؟ أكيد طبعا يا كابتن خالد، خلي بالك الرخص دي بتتاخد أو المحاضرات دي بتتاخد للاعب بيبقى عنده خبرات كثيرة، أنت نفسك اتمرنت على خمس ستة مدرب أجنبي عندك معلومه، ولكن الدورات دي اللي بتنظمها لك يا كابتن خالد. اول ما بدانا ندرب احنا عندنا معلومات كتير، ولكن المحاضرات دي بتحط لك لكل واحد في كل ليفل بقى انت بتاخده وبتشتغل بيه. الحاجه المهمه في الدورات دي يا كابتن خالد ان هي بتدي الثقه للمدرب انه يشتغل السعودي، يعني عنده المعلومه لكن هو تثبيت للمعلومه وتوجيه للمعلومه الصحيحه وتنظيمها الكابتن خالد القروني مع مراسلنا ابراهيم الخيف والكلام عن الدوري. من الاقرب لتحقيق الدوري، هل الهلال ام الاتحاد؟ اول شيء ارحب بكم قناتكم الموقره، لكن زي هالتوقعات انا اعتقد فيها صعوبه لان الفريقين يملكون عناصر مميزه وقادرين على الانتصار، لكن الان حظوظ الهلال اكثر لانه
يعني يكفيه انه يعني خلينا اقول لك الكسب في المباراتين. مدرب اعجب الكابتن خالد القروني؟ والله في كثر مدربين، لكن يعني اساس يكون المقارنه يعني متساويه. طبعا في ظروف الانديه، اصابات، في اشياء كثيره يعني ممكن النتائج ما تجي فيها، لكن انا من المدربين اللي يعجبني يمكن مدرب الفيح. ايضا من اللاعب المحلي اللي تشوف انه فعلا هذا تقول والله هذا افضل لاعب في الموسم؟ والله كثير لعيبه مميزين بالنسبه، انا اتكلم عن السعوديين. السعوديين يعني اذا جيت في خط الدفاع في عبد الاله العمري، في خط الوسط سلمان الفرج، ايضا في المقدمه انا بالنسبه لي يعجبني فراس، وايضا سالم. اجانب والله فيه كثر، طبعا انا على اساس ما اكون محايد، انا يعني ما اكون يعني متعصب لحد، لكن انا يعجبني امير سعيود. راح الامير سعيود، امير سعيود شيء مميز مع فريق الطائي، إضافة بالنسبة للفريق الطائي، ورأي يحترم من الكابتن خالد القروني أحد المدربين الوطنيين اللي له بصمات كبيرة مع الأندية. إلى الكابتن عبدالله الواكد مع مراسلنا إبراهيم الخريف. الأقرب لتحقيق الدوري من؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، وأنا سعيد بتواجدي مع ملعب سي بي سي. والله الحظوظ لا زالت يعني متواجدة لكل فريق، أو خلينا نقول الاتحاد والهلال هم الأقرب للحصول على الدوري. أنا أعتقد أنه لا زالت حظوظهم موجودة، يمكن الهلال أقرب أنا من وجهة نظري، لأنه عاد بفوزين أخيرة، الاتحاد يمكن خسارة مباراتين، فأصبح حظوظ الاتحاد يمكن تكون أقل. لو استمروا في الفوز ممكن تكون المواجهات يرجعون المواجهات بعد التعادل. من وجهة نظري أشوف الهلال أقرب، الا اذا كان مثلا مباراه الهلال اللي تواجهها امام الفتح راح تكون صعبه، يمكن هي المباراه الوحيده اللي صعبه. انا اتوقع للهلال. من افضل لاعب سعودي تشعر انه والله فعلا بارز هذا الموسم؟ انا من وجهه نظري في لاعبين، لكن نركز على اللاعب يعني تاثيره في النادي وفي المنتخب. انا من وجهه نظري سالم الدوسري لا زال هو اللاعب المؤثر، لا زال هو اللاعب اللي يعتبر سوبر ستار في الكره السعوديه. اضيف له سلمان الفرج. انا اشوف في لاعب يمكن مهضوم حق الموسم هذا عبد العزيز البيشي، اشوف انه كان قدم نفسه بشكل ممتاز هذا الموسم. والله الاجانب اشوف اكثر، انا اللي عاجبني اكثر رومارين، هو مؤثر يعني لاعب قدم نفسه بشكل ممتاز ومؤثر. كابتن محمد، لك تعليق على الأفضل مدرب، أفضل لاعب أجنبي، أفضل لاعب سعودي؟ نأخذ للسياق هذا ونرجع للدوري. نقطة معينة حابنا حتى نحكي فيها اليوم، فما حق متاع المدرب السعودي ممكن حسن ما كانش منصف للمدرب السعودي. اليوم عنا حمود الصيعري موجود في الدوري التونسي الممتاز، متأهل دور 16 في كاس تونس، معناتها يدرب في الدوري الممتاز موجود هنا. قاعدة الخامات السعودية قاعدة تمشي كثير، قاعدة هذه الدورات عندها مدة وهي قاعدة تتعمل. نقطة حبيت باش نعطيها، كما فما بعض المدربين كما يوسف الغدير تو موجود، كما سمير هلال بن النهضة متواجد، فما برشا مدربين صحيح ممكن مش بالكمية الكافية، لكن قاعد المدرب السعودي يدخل في تدريب معناتها بالكيفية اللازمة. على مستوى اللاعبين الاجانب اتفق تقريبا متفقين على نسبه كبيره من الاسامي الموجوده اللي قالهم له خيال. كيف رد عليك؟ قال لك في مدربين، الكابتن الصيعري موجود في تونس يدرب احد الفرق الموجوده في دوري المحترفين. هذا رد صامت للكابتن محسن. مستمرون معكم بعد الفاصل. أجمل أهداف الموسم فيها لمسة حرفنا.
حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة في آخر أخبار المنتخب السعودي. إصابة الكابتن سلمان الفرج بالكتف أعتقد كانت في مباراة كولومبيا أيضا وعكة صحية للكابتن محمد البريك، وهذه تحدث في المعسكرات وأشياء طبيعية بحول الله. اللاعبين يقول لم يتمرن اليوم، عندنا مباراة بعد غد أمام فنزويلا، يقدرون أو ما يقدرون، هي فترة إعداد للمنتخب السعودي إلى كأس العالم أو تصفيات كأس العالم. أستراليا تتأهل على حساب الإمارات يا كابتن عادل. يعني أستراليا فريق قوي، يمكن أداؤه مش مميز الفترة اللي فاتت دي كلها، ولكن الواحد حزن ان الامارات ان يتاهل على حساب استراليا. كنا امل الامارات، كنت امل ان دوله عربيه اخرى كمان تبقى في كاس العالم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني هم ارض لك للامارات. هي استراليا فازت على الامارات 2-1، واستراليا كعورونا الهدف الثاني، انا ما شفته ارو الهدف. زاد اهداف المباراه. تفضل محسن. ابو الوليد، يعني انا شفت شوي من مجريات المباراه، المدرب تاخر في تغيير عموري وتيغالي وماجد حسن، عنده لاعبين كانوا ممكن يفرقون معه. علي مبخوت في الامام يحتاج لاعب يفهمه زي عموري، وصل الكره بشكل كويس. المباراه كانت مهمه لهم، خسرها المنتخب الاماراتي. عرض لك لمنتخب الامارات، منتخب اسرائيل يتاهل الى مقابلة مشاهد المباريات القادمة. بالنسبة لأستراليا ستقابل البيرو، يعني لسه في مرحلة صعبة، والبيرو منتخب قوي جدا، يعد من 4-6 سنوات تقريبا مع مدرب من أفضل المدربين. هذه المباراة يوم 13 يونيو، أستراليا يقابل البيرو، آخر الفرق المتأهلة إلى كأس العالم. يا ما استراليا او البيرو. الى الفقره اللي كان في نقاش بيننا وبين فريق العمل، اجمل هدف في الموسم، الاسماء اللي اختيرت في البدايه، شاهد الاسماء: سالم الدوسري، تاليسكا، ونعيم السليتي. هؤلاء الاسماء اللي اختيرت. كابتن محمد، مع الاسماء هذه حتستعرض قدامك الأهداف اللي اختيرت، وأعطينا رأيك في الأهداف، وبرأيك من أفضل هدف، وحنمر عليكم واحد واحد. تفضل يا كابتن محمد. تاليسكا الهدف نتاعو بلوحة فنية، بالنسبة للثلاثة هما لوحات فنية، لكن تاليسكا الكرة بالقدم، معناتها ماهوش أي لاعب ينجم يفكر في النقطة هذه بسرعة ويعمل الحركة الفنية بكعب الرجل وتسجيل الهدف. اثنين، كيف سالم الدوسري، التوقيت وقت اللي خذاه الفكرة باش يعمل الضربة المقصية ما هوش سهل، خاصة أن الكرة جاية من عرضية، معناتها باش تاخذ التايمينج الصحيح والوقت الصحيح باش تضرب الكرة في 18 متر أمام قلب دفاعك بالطول هذاك، صعيبة برشا. نعيم السليتي الحركة مميزة جدا، خاصة وأنه الكرة متحركة والنعيم هو بيدو قاعد يتحرك ويجري، معناتها حركه فنيه صعيبه برشا. بالنسبه لي انا، تفضل. بالنسبه لي انا نشوف هدف نعيم السليتي هدف رائع، لوحه فنيه ممتازه جدا، اعتبره رقم واحد. اكيد القلب تونسي، وش تبغى تقول؟ انا عارف راي محسن وين رايح، فروح لعادل. خلينا انا المحايد بقى. عادل، وش اصعب هدف فيهم اللي انا تقوم تصفق له بصراحه؟ تصفق لك الدوسري. الدوسري اقول لك ليه؟ التكنيك بتاعه عالي قوي، رقم واحد. رقم اتنين، راح في مكان صعب قوي، يعني بتاع تليسكا كويسه وكل حاجه، ولكن هو عاملها بريسك كبير، يعني ما فيش لعيب في الدنيا يعملها كده وعارف ان هي تخبط تحت وتطلع فوق وتروح. نعيم السليتي جون كويس والحركه بتاعته كويس، ولكن عايز اقول لك في المتناول شويه، يعني من الحاجات السهله انك انت تبقى بظهرك، انت فاهم؟ ولكن الصعوبه في سالم عنده كان صعوبه كبيره، الضغط عليه كان عالي قوي، لو شفتها تاني هتبص تلاقي كان مضغوط عليه،
حاططها في مكان قوي تحضيره. يعني عاوز اقول لك حاجه، مع اختلاف الجون اللي جابه كريستيانو في يوفنتوس، ولكن كان بناحيه تانية، ولكن سالم جنب شويه، ولكن اقدر اقول لك ان هدف سالم بالنسبه لنا اقوى هدف وافضل هدف. افضل هدف سالك ولا عارف جوابك؟ انت ايش رايك؟ ايش رايك؟ اكيد عارف جوابك. والوليد والله العظيم من 10 سنين الاخيره ما شفنا جول حلو زي حق تلسكي. يعني احساس بالمكان، كيف عنده القدره انه يكون عنده هدوء ويدور ويعطي، يعني ضرب الكره من تحت وارتفعت على فوق بالكعب ولا يشوف الباب، عنده احساس بالمكان. يعني هدف مره صراحه غير طبيعي، مش عشان والله انا صعب، بس لا لا هدف. لا انت انت معك. انت بالوليد لاعب، ما لعبت كره قدم كلنا قد لعبنا، شوف صعب صعب جدا انك تشوف الباب وراك تضرب الكره بالكعب وتطلع، الا لاعب عنده ذا الحس عنده ذا المهاره، وما تلسكا هو الوحيد اللي يقدر يسويها. كل واحد اجمل من الثاني، لكن هدف تلسكا نادر جدا، نادر جدا في ملاعبنا وفي كرة القدم. استفتاء الجمهور، وين راح الجمهور؟ مع تلسكا، مع سالم، مع السليتي. 48% لتلسكا، 40% لسالم، 12% للسليتي. ما راح معك الجمهور يا كابتن محمد؟ طبيعي جدا، اكيد بطبيعه الحال، ما تعرف قاعده جماهيريه كبيره للانديه، هذيك علاش ديما التصويت يكون ممكن مختلف، نحترم راي الناس الكل. هي اراء للجماليه، اراء للجماليه، لذلك يتم اساسا التصويت لافضل هدف في العالم، هو جائزه بوشكاش صحيح؟ لافضل هدف في العالم، هذا اللي يتم فيه التصويت ويتم فيه اختيار الافضل، اخترناها ليس والله للمنافسة، لكن على الأقل تستمتع، تمتع ناظريك بالأهداف هذه. الأهداف هذه ما تتكرر، شوفها وين وين، فجأة تلقى لك ثلاث أهداف في موسم واحد نفس هذا الشكل. شكرا شكرا بصراحة للسليتي، لسالم، لتلسكا، أهداف تمتع ناظرينك. كابتن عادل، كابتن محمد، كابتن محسن، أي إضافة كابتن محسن؟ شكرا لك أبو وليد. كابتن عادل، أنا سعيد جدا بالتجربة بتاعت الدورات بتاعت السعودية لأنها مهمة أوي لثقل المدربين. كابتن محمد، مبروك ترشح العراق للمنتخب تحت 23، هارد لاك للمنتخب الأردن والمنتخب الكويتي، شكرا على الاستضافة مرة. شكرا يا كابتن محمد، يعطيكم العافية. هو في كده كده، أكيد في كده كده مع الأهداف هذه. تصبحون على خير. كده كده وانت خايف كده كده، مش هشوف لك كده كده، كله عارف يلا كده، اركن يلا كده كده، ريح يلا كده كده، فنكي طاير كده كده، وانت عيل كده كده. ايه ده ايه ده ايه ده، هو اللي ايه ده ايه ده، هو في كده كده، ايوه في كده كده. ماما تشب وماما تنط، ماما تعمل فيها اسكت، هتفضل برضو سمير اسبوت، هنفضل برضو عليك بنحط، انت خلاص ريحت وموت.